I'm a minimalist. This is the approach of when it comes to design and everything in life. يعني بس عامة في الديزاين بالذات بميل أكتر إن أنا أبقى the more simple I go يعني دايما بيديني نتائج أحسن أو إيدي بتحب الرسم بالشكل ده. الألوان ليها إفكت كبير قوي على الإمباكت بتاع الشخص اللي عايش في المكان أيا كان هو داخل سبيس انتيرير أو حتى بيبص على مبنى الأركيتكتشر بتاعه طبعا ليها إمباكت قوي جدا جدا. بحس في الألوان إن هي يعني محتاجة تكون متاخدة بعناية قوي لأن الألوان بشكل عام كل لما بتزيد عن حد معين يمكن ما أعرفش المينيماليزم بشكل عام قايم على فكرة إن هو بتشوفي لوحة فيها لون أو لونين أو يمكن ثلاث ألوان بكثير. أنا أركيتكت فالأركيتكتس إن جنرال بيشتغلوا على فورمز زي ما كنت برضو بقول من شوية فهو إنك تعملي فورمز أو كتل شكلها معين والكتل دي هي اللي ضلها بيرمي على بعضه وفي نفس الوقت بيرمي ضل على الأرض فلعبة الشيد إن شادو بالنسبة لي is very important فيمكن من أكتر الحاجات اللي بتساعدني إن أنا أعرف أعمل ده إن يبقى الكتل دي معظمها رايحة في الاتجاه بتاع الأبيضات عشان كده هو بالنسبة لي لون أنا بفضله جدا على المستوى الشخصي كمان. The structure and the concept أصلاً of this project كان إن هو قايم على فكرة إن الـ elements بتاعت أو God's creation يعني فكرة إن كان في عنصر للـ plants وفي عنصر للصخرة أو الـ rock أو فكرة الـ mountains والـ elements بقى بتاعت الـ أو الـ forms اللي كانت معمولة دي بت complement الـ elements of nature أو اللي هي الـ God's creation مش الـ man's creation يعني اللي هو إن في الأول وفي الآخر الشخص أو الإنسان هو خلق الـ arches وخلق الـ styles والـ art deco والـ styles المختلفة دي كلها من صنع الإنسان إنما الحاجات اللي هي الـ nature أو الحاجات الطبيعة دي ربنا هو اللي خلقها فدي كان بالنسبة لي كنت عايز أحط زي sample of كل حاجة من الحاجات دي وزي ما بقول ببيلد everything around الالمنتس القليلة قوي دي اللي هي يعني من أكتر الحاجات المعجزات اللي في الدنيا يعني اللي هي the God's creation يعني أكتر لون شدني في الكولر باليت بتاعت GLC كان الزيتي هو اللي أنا اشتغلت بيه هنا ده كان اللون برضو يمكن يعني extracted from nature طبعا برضو عشان هو جزء كبير جدا جدا من الألوان اللي بتبقى بتاعت الزرع بشكل عام بس هو التون بتاعه درجة اللون نفسها الهيو حتى بتاعه ما عرفش يعني هو كله على بعضه كده شدني أول ما شفته حسيت ان هو ممكن جدا جدا اتعامل معاه يعني.